السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الأعزاء، أود أن أقدم لكم فيديو توضيح مبسط لكيفية استخدام تابة الدعم الفني الذي أضافها الأستاذ الدكتور محمد أبو زهاد مدير خدمات إلكترونية بالكلية. طبعا طلابنا الأعزاء الدفعات اللي فاتت كلها استخدمت معنا سيستم ذات في النتيجة والدفع الإلكتروني وخدمات كتير جدا طبعا كده يعني تمام، والتشعيب وحاجات كتير خالص يعني. فالسيستم ما شاء الله يعني في حاجات كتير جدا جدا وهتفيد كل الطلاب وهتبقى سلسة بالنسبة لهم وكده تمام. دي التابة الجديدة الدعم الفني اللي هي جنب علامة الاستفهام دي تمام. طبعا احنا انا عامله لكم جروبات كتير قوي وكده، منهم تليجرام، منهم بتكلموني واتس على الخاص، وصفحه البوابه، وصفحه الفيس الشخصيه بتاعتي وكده. طبعا امر من رئيس الجامعه التحويل الالكتروني او التحويل الرقمي على مستوى الكليات بالجامعه وكده تمام. واحنا اوريدي معانا السيستم ده يعني من فتره وكده، فان شاء الله هنوفر لكم كل الخدمات اللي تحتاجوها حضراتكم بدون اي تعب او كده. مجرد ما تدخل بالحساب حضرتك هتلاقي كل الخدمات متوفرة عليك، وانتوا جربتوا كده بنفسكم يعني. الناس اللي قبل كده استخدمت السيستم مش على الفرقة الاعدادية، الفرقة الاعدادية لسه مجربتش حاجة عليها، بتكلم على الفرق التانية الاكبر وكده، استخدمته في حاجات كتير تمام. واحنا برضو ان شاء الله شغالين على ان احنا ندعم السيستم بحاجات اضافية كتير هتفيدكم ان شاء الله. وديت إضافة تابة الدعم الفني تمام. هنضغط عليها كده، بيكون مثلا اسم الدخول بتاع حضرتك، كل كلمة المرور جاهزين. طبعا الدعم الفني هتدخلك فين؟ على صاحب الحساب اللي هو مدير النظام او الموظف المختص تمام. وانا الاول كنت ماسك كل الفرق والاعدادية وأولاد وتانيات وتالتات ورابعات وكده، كنت برد عليكم في كل الجروبات طبعا وكده، بس ان شاء الله هنقسم الفرق دي على مجموعة من الموظفين في شؤون طلاب بس، فان شاء الله الكل هيرد عليكم يعني. وانا هقفل الجروبات التانية وهنستخدم سيستم زاد وكده في التابة الجديدة بتاعة الدعم الفني اللي حضراتكم بتفتح معايا دلوقتي. خلاص احنا هنضغط عليها وهتدخلنا على دعم الفن على طول، تكتب اللي حضرتك محتاجه وتضغط ارسال. معلش اسف الوقت بطيء. اول ما تضغط عليها بقى والنت سريع وكده هتجيب لك الشاشه دي، بتقول لك انت اللي عايز تستفسر عن حاجه، دي خريج ولا دراسات عليا ولا طالب جامعي ولا عضو هيئه تدريس ولا مدير النظام ولا موظف. طبعا طالب جامعي تمام. هيقول لك هنا عايز تدخل برقمك القومي ولا اسم الدخول ولا الكود. طبعا ده كله حضرتك في حساب زاد معاك، فاحنا هنجرب. هندخل بالرقم القومي تمام. هنضغط على علامة السيرش تمام كده. دخلتنا على الشاشه اللي احنا ايه هنبعت منها رساله، هيقول لك اختار نوع الطلب، هتقول له استفسار ولا مشكله في دخول النظام ولا مشكله في تنفيذ احد الوظائف ولا مقترح جديد ولا شكوى. مثلا هنختار استفسار، هتكتب اللي انت محتاجه، استفسار عن ميعاد امتحانات
الفاينة مثلا يعني، تمام. عايزة تضيف ملفات ضيف حضرتك، مش مشكلة، عندك اختيار ملفات وكده. عايز ترسل بقى، مفيش علامة سند هنا، فتقول لها اعمل ايه؟ لا، في شايف علامة الدعم الفني جنبها حاجة شكل السيف كده، شكل الحاجة بتتحفظ، هتضغط عليها كده هيقول لك تم الارسال، الرسالة تحت، تم اضافة طلب الدعم الفني بنجاح، يمكنك متابعة الطلب من خلال رقم الطلب 6. تمام، يعني انت حضرتك هتدخل عندك وهتلاقي ترد عليك. تمام.